ايطاليانو، كل ده يطلع من المكرونه. تعالوا بقى دلوقتي نعمل سلطه البطاطس اللي بالبيت. عندنا بطاطس متقطعه مكعبات ومسلوقه، وعندنا بيض مسلوق، وبصل اخضر مفروم ناعم، مايونيز وزبادي، ملح وفلفل وكمون، شبت وبقدونس وكرفس مفرومين ناعم جدا، بابريكا. هنعمل ايه؟ سخنا الووك، وهحط معلقه زيت زيتون، هنزل عليها البابريكا، البطاطس، الكمون، الملح، الفلفل الأسود، وهقلب لحد ما احس انها عملت طبقة من الزيت مع البهارات. هنزل لها بصل اخضر، وكرفس، وهسيبهم يتقلبوا مع بعض شوية، ياخدوا من طعم بعض على النار. هاجي بقى هنا هحط من التوابل تاني، ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، زبادي، نقلب كويس قوي الزبادي لحد ما ينعم خالص ما يبقاش فيه كلاكيع، وبعدين هاخد المايونيز واقلبه برضو الاول كويس قوي قبل ما انزله اي حاجه. وبعدين انزل باقي المقادير، شبت، كرفس، بصل اخضر، بقدونس. نقطع بقى البيض، اهو، ونقلب كويس. وبعدين شكرا شكرا. السمك السنجاري معاكم على الهواء. وادي السلطه. طبعا السلطه دي يا جماعه احنا عاملينها للسحور، لكن مفيش مانع خالص ان انا احطها على الفطار كسلطه، مفيش مانع خالص ان انا احط لها شويه من بواقي الفراخ الموجوده عندي في البيت، سواء كانت فراخ مسلوقه او فراخ مشويه، واقطعها نساير صغيره واحطها معاها، فتبقى سلطه بطاطس بالبيض والفراخ، تبقى حلوه جدا برضو. إيطاليانو، كل ده يطلع من المكرونة.